قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة، حلقة جديدة ومتميزة بعنوان تأملات في زمن الميلاد. فإلى هنا. طبعا من محبته لإلنا فدا ابنه ونزل على الأرض وصالح السماء مع الأرض. أبونا نحن بحاجة أن نصالح أنفسنا مع السماء، بحاجة أن نفوسنا ترتبط وتكون وحدة متكاملة مع السماء. هذا نحن الإنسان المؤمن الإيمانه، أنا بعتقد أنه إنسان المؤمن أوكي عم بيروح على الصلاة، بيقوم بالصيام، بيشارك بالبزارات، بعيد، بعمل أكل، بعزم إلى آخره كذا وهيك، لكن من الداخل معنى الميلاد الحقيقي أو المصالحة مع السماء غائبة. كيف أصالح نفسي مع السماء؟ كيف أعيش هذا السلام؟ سلام هذا الفرح كيف أعيشه؟ نحن بحلقات ماضية كنا نحكي عن موضوع العيش، كيف أحس بالسلام بقلبي، كيف أعيشه؟ من إيماني، اعترافي بخطاياي. كم إنسان بيقرب عيد الميلاد بيروح بيصلي بيعترف بخطايا اللي صارت خلال هاي السنة، بعمل كل الأشياء المتطلبات لعياد الميلاد، يحضر الشجرة والزينة ويحضر ويروح ومناسبات وعشيات وغديات ولبس وإلى آخره أبونا. لكن كم إنسان بيروح على الكنيسة بروح بيعترف بخطاياه، بنقي نفسه، بيصالح نفسه قلبه قبل المجيء، قبل عيد الميلاد بيصالح نفسه مع السماء. نعم صحيح. كما صالحنا ربنا نعم. بمجيء يسوع المسيح أراد منا أن يتصالح معنا ويربط السماء بالأرض لتصير الأرض سماء. نعم صحيح. كيف أبونا هذا عم نعيش الأيامات هاي؟ هل تجد أن الناس واعيين لهذا المعنى العميق للميلاد؟ يعني بالحقيقة في ظل شغلات العالم يعني بتكون مسألة زمنية وقتية يعني بوقتها، ولكن هي الموضوع هو في نهج حياة. نعم. في إقلاع عن عادات سيئة بحياتنا، في أخطاء في عظمتها تكمن وين دكتورة؟ إنه أنا بعرف إنه هذا خطأ الإشي وبحكي إني أنا مش قادر أبطله، مش قادر أتركه، فهنا في 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 وجع، في ألم. يعني إذا النبتة بيكون في حواليها شوك، بدنا نمسح بالشوك ممكن نوجع النبتة، أو مثلا بتقليم الأزهار، بتقليم الأشجار، في قطع، في أشياء مشان الإنسان يتصالح حقيقة مع الله ويتصالح تاليا. أول إشي بده يكون متصالح مع ذاته. نعم. يتصالح مع الله بيقدر يتصالح مع الناس. نعم. قبل ما يتصالح مع الله ويكون أصلا هو متصالح مع ذاته لا يستطيع أنه يعيش المغفرة الحقيقية. ممكن يفوت ويعترف ويتناول ويتوب ويبكي ويندم على خطاياه، وتاني يوم العيد نرجع لحياتنا الطبيعية. نعم. لذلك فيها بعد نفسي عميق مع البعد الروحي. لكن أبونا القرار أني أنا بحاجة لهذه المصالحة، يعني هذا القرار جدا يعني. مهم، مش سهل أني أنا بحاجة لهذه المصالحة، لأنه فيه الاعتراف أبونا هو جزء من مسيرة يعني الشفاء من الأمراض الروحية أو الأمراض النفسية الداخل الإنسان من الخطايا اللي زاولها. وما تقول لي إنسان يعني بيمشي بحياته، كنت تحكي لنا القديسين بيخطأوا 70 مرة باليوم، قديسين ما بالك الناس، ما بال الإنسان العادي اللي بيخطأ بالفكر والقول والفعل والإهمال. ما هي الخطيئة العظمى؟ هي العبودية، يعني هي تصير نهج حياة دكتورة. أما أن الواحد بخربط بغلط بهيك يعني هاي طبيعة الحياة زي ما حكيت، ولكن أن لا تتأصل الخطيئة. في الخطيئة بتسميها الكنيسة المميتة والخطيئة العرضية. الخطيئة العرضية هاي ما في، زي ما حكيت القديسين بخطأوها 90 مرة، فهاي إحنا يعني عد ولا حرج وبنعترف فيها وربنا ما بيوقف عندها، ولكن أني أنا أوقف عند الخطيئة، يعني أخلي الخطية تعيقني، خلص أنا إنسان 1 2 3 أنا هيك ما بقدر أعيش بدون خطية. نعم. أنا بحب أنم على الناس، بحب أنشر سلسفيلهم، بحب أحوس الدنيا كل. أنا هيك شخصيتي، بستمتع لما أكون هيك، ما بدي أتغير. نعم. وأنا الخطية بتتأصل بداخلي وبتصير جارحة وبتعيق تقدم سلامي ومصالحتي مع الله تعالى.